Bonjour, donc aujourd'hui nous allons apprendre les fonctions du pronom. طبعاً اللي هي كانت pronom démonstratif ou في عندنا pronom possessif ou في عندنا pronom indéfini. موضوع جداً سريع لأنه ما بدنا نتعمق في الموضوع كثير لأنه بصراحة ما ça va pas rentrer dans l'examen. Donc ce n'est pas un sujet à faire dans l'examen. راح يفوت منه شيء بسيط جداً في الامتحان لأنه كثير أخذنا مواضيع في النحو في الصرف في التحاليل. ولكن هنا طبعا هنخفف عليكم صراحة في موضوع اللي هو اللي بخنون ديمونستراتيف واللي بخنون بوسيسيف واللي هو طبعا انديفي. طيب تعالوا نتعرف مع بعض على شو هي اللي بخنون ديمونستراتيف. شو معنى بخنون ديمونستراتيف؟ هي عبارة عن أسماء الإشارة. أخذنا قبل هيك صفات الإشارة واليوم نأخذ طبعا أسماء الإشارة. أنا عشان شرح الموضوع هذا وطبعا مش وقت إنه إحنا نشرحه حاطط لكم جو فوزي مي أن ليان سوغ لو موديل سو لو نو إكسترنال لينك لي بخنون ديمونستراتيف. حاطط لكم رابط على الموديل مكتوب عليه اللي هو اكسترنال لينك رابط خارجي وموجود اللي هو لي برون ديموستراتيف فيديو لحدا يعني يبدو انه شرح يعني انا عجبني شرحه فبالتالي بنصحكم تحضروا الفيديو. وباختصار لي برون ديموستراتيف هي عباره عن الذي والتي اللواتي او الذين تمام على سبيل المثال سلوي يعني ذلك سلوي سي هذا طبعا سلوي لا ذا يعني تمام. فبالتالي كل واحد فينا له طبعا استخدام. طبعا احنا الفونكسيون بتاعتهم بحب بس اذكركم الفونكسيون تبعتهم نفس الفونكسيون اللي بيجوا للاسم. ممكن يجوا طبعا سوجي وممكن يجوا كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت ولا سي سي داكومبانيمون او كومبليمون سيركونسيل نفس الفونكسيون. يعني هاي شيلها وحط بدالها اسم عادي. انا بحكي لك متى بتشوف اسم طبعا سلوي او سلوي سي سلوي لا حط بدالهم اسم مذكر. سل سل سي سل لا الثلاثة دول حط بدالهم اسم مؤنث. سو هدول سو سي سو لا حط بدالهم اسماء مذكر جمع. سل سل سي سل لا حط بدالهم اسماء مذكر مؤنث جمع. فهي نفس الشيلة وحط بدالها اسم اما اسم شاب او اسم بنت او اسم شباب او اسماء بنات تمام. فبالتالي يا جماعه نفس الحاجه لا ميم شوز لي ميم فونكسيون تمام عشان اختصر عليكم. طيب تعالوا نتفرج مع بعض على شو هي لي برونون ديمونستراتيف. لي برونون ديمونستراتيف على سبيل المثال لما انا بدي اجي احكي تافو لو نوفو ماغازان شفت اللي هو المحل الجديد فبحكي واحد بيحكي له لك الان واحد فبحكي له سلوي دو بولونجي هذاك بتاع اللي هو ايش ذلك اللي هو بتاع البولونجي الخباز. فبالتالي هي معناها ذلك. طيب الان نيجي على اللي بعدها معنى ذات سوان هي معنى ذات سوان سيلوي معناها ذات سوان اوكي لكن في حال المذكر وسيل في حال المؤنث طبعا اوكي خليكم معي. سلوي اللي هو معنى ذات سوان بمعنى المذكر وسل بمعنى ذات سوان اللي هي لحاجه مؤنث تمام اوكي. سلوي سي ذلك يعني اللي موجود قريب سل سلوي لا الموجود بعيد. سل سي تلك أو الموجوده قريبا او سل لا الموجوده بعيدا اشر عليها من بعيد. طيب الان هذا اللي احنا بنحكيه طبعا في عندنا نوتر سو هذا تمام اوكي. طيب الان نفوت في موضوع هذا بصراحه كثير نحلل في الموضوع هذا لكن هي لتفادي تكرار الاسم. طيب الان هنا يا جماعه لي جون او سون لي جون لي جون وين الكفات وين في حاجه اسمها لي جون اللي هما الناس لي جون شايفينها لي جون الناس بمعنى ذا بيبل تمام. وفي عندنا لي جون لي جون اللي هي الكفات القفازات تمام اوكي لي جون تمام. فهنا او سون لي جون وين الكفات ليكل انو سو دي زونفون هذولاك بتوع الاطفال تمام. فبالتالي سو شو سو بتدل على ايش؟ بتدل على لي جون تمام. فالموضوع سهل بصراحه لكن حناخذه بالتفصيل في ان شاء الله في فرنسا اثنين في 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 الدروس القادمه اسف او في المواد الجايه ان شاء الله لانه ما عندنا وقت الماده هاي. لكن انا بحب احكي لكم اياه انه الموضوع هنا طبعا هذول الكلمات بياخذوا نفس الفونكسيون بتاع لي برونو او بنفس الفونكسيون بتاع تنو. اذا انت بدك تعرف طب شو هي معناها شو هي سيبك من المعنى بتاعها الان. هدول اول ثلاث وحدات بدلهم باسم مذكر مفرد وثاني ثلاث وحدات بدلهم باسم مؤنث مفرد والثلاثه اللي هنا طبعا الثلاثات مذكر جمع والثلاثه الاخرانيات هو طبعا مؤنث جمع. وبتاخذ بتشوف شو الفونكسيون بتاعتها تمام بتحكي انه هاي الفونكسيون بتاعتها سوجي ولا كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت اتسيتيرا. طيب اخذنا حاجه احنا في الدروس لما كنا طبعا نشرح قبل هيك في الدروس الوجاهيه حاجه اسمها ليزاجكتيف بوسيسيف. شو هي ليزاجكتيف بوسيسيف؟ هي عباره عن اللي هي
اللي هو مو ما مي، صح ولا لا؟ وليسون ساسي. في حاجه اسمها لي برونون بوسيسيف، نفس الشيء لي برونون بوسيسيف بتاخذ وظائف النو. طب شو هي لي برونون بوسيسيف؟ عندي على سبيل المثال لو ميان اللي هو بتاعي، تمام، لو تيان اللي هو بتاعك، لو سيان اللي هو بتاع بتاعه، لو نوتر اللي هو خاصتنا، لو فوتر خاصتكم، لو لور اللي هو خاصتهم، لا ميان نفس الحاجه. هذول شايفينهم اللي فوق السطرين في لهم مؤنثين، المؤنث بتاعهم وهي الجمع بتاعهم. طيب شو معنى الكلام هذا اللي بخونو بوسيسيف؟ طبعا اول شيء قبل ما نفوت على شرحها، اللي بخونو بوسيسيف نفس الحاجه بتاخذ نفس الوظيفه بتاعت الاسم، الاسم، الاسماء، الاسم، الاسم بشكل عام. على سبيل المثال بخيت موا تون ستيلو، اعطيني القلم بتاعك، جي بيردو لو ميان، ضيعت بتاعي. شو لو ميان؟ لو ميان هي عباره عن لو ستيلو، تمام. اوكي تعالوا نشوف شو الشرح بتاع اللي بخونو. طبعا بوسيسيف بدنا نحط هنا اوكي درس اللي هي البرونون بوسيسيف، لي لا اله الا الله، لي برونون بوسيسيف. اوكي هاي اللي هي البرونون بوسيسيف. بامكاننا نشوف شرح باللغه العربيه عن موضوع البرونون بوسيسيف، الموضوع سهل جدا مش صعب. اوكي طيب بدنا نحاول نشوف فيديو باللغه العربيه. هي ضمائر الملكية. طيب ضمائر الملكية مش صفات الملكية، وهي طبعا ضمائر الملكية بشرحها في ربع ساعة هنا. السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي اليوم في فيديو جديد مع درس جديد. فموضوع لمن هذا الكتاب؟ أكي أكي سوليفر، لمن هذا الكتاب؟ شو رد عليه؟ حكى له سيلوميا، إنه لي أو إنه خاصتي. شايفين سيلوميا هذا كتاب. هنا استخدمنا الأجكتيف بوسيسيف، هنا استخدمنا البرونون بوسيسيف. طبعا انا ما بدي، ولكن للتفادي التكرار سنقول ما فهمتوا الموضوع هذا، او يعني لو حسيت ثقيل عليكم انه مره واحده مسيو زكريا اعطانا كل برونون، مش مشكله راح نعيدها ان شاء الله في دروس قادمه، لكن احنا المهم اليوم نعرف شو الفونكشن بتاعتهم. هنا سي تون ليفر، هذا كتابك، سي لو تيان، سي سون ليفر، سي لو سيان، سي نوتر ليفر، سي لو نوتر، تمام. اوكي نفس الحاجه طبعا اذا كان ليفر ليفر مذكر، في عندي احيانا الكلمات بتيجي مؤنث، فبالتالي بتيجي بتحكي لا سيان، لا تيان، لا ميان، لا نوتر، تمام. فالموضوع يعني شويه هيك طويل لكن مش صعب يا جماعه. طيب ماشي، فالان بدي احط لكم الرابط هذا ان شاء الله بتاع لي بخونو بوسيسيف، برضه اكسترنال لينك لحتى تعرفوا. تعالوا نكمل اللي هو في شرح الدرس بتاعنا. اوكي هلا على سبيل المثال لوميان، شو الاعراب بتاعها؟ اول حاجه لوميان الناتور تبعتها بتحط لي بخونو بوسيسيف، الفانكشن تبعتها بتحطها ايش؟ كومبليمون دوبجي ديريكت. طيب متى بتكون السوجي؟ على سبيل المثال بتحكي لوميان اي مثلا ديسباريو، تمام. فلوميان اجت سوجي في بدايه الجمله. اوكي لوميان اي لو بلو فور، لوميان خاصتي او قلمي هو الاقوى، تمام. او لوميان اي تري شير، اوكي طب يعني خاصتي او قلمي يعني كثير غالي، تمام. فبالتالي ممكن تيجي السوجي. كل بخونو يا جماعه ممكن تاخذ جميع وظائف النو. طيب يا جماعه هذا اهم شيء احنا بدنا نعرفه. فبالتالي هاي البخونو ديمونستراتيف ولي بخونو اللي هي بوسيسيف، ان شاء الله راح احط لكم الرابط تحت اسم اكسترنال لينك. في عندنا اخر حاجه في البخونو اللي هي طبعا السادسه اعتقد، اللي هي البخونو انديفيني. شو هي البخونو انديفيني؟ هي عباره عن ضمائر مجهوله او غير معرفه. شو معنى الكلام؟ في منها فاريابل وفي ان فاريابل. في منها طبعا اللي هو متنوعه بممكن يصير مؤنث ومذكر وجمع، وفي منها غير متنوعه. الفاريابل هي المتنوعه، على سبيل المثال اوكا لا احد، اوكين لا احد ولا واحده يعني، تمام. وكان ولا واحد، يكون ولا واحده، اوتر طبعا ممكن تيجي الجمع، اوكي اوتر يعني اخر، سيغتان البعض، فممكن نحط سيغتان لها جمع تحط لها اس، تمام، او سيغتان طبعا تكون مؤنث جمع، شاكان كل واحد بمعنى ايفري وان، فشاكان ممكن تكون شاكين ضيف لها اي هنا او او بالفرنسي بصير كل واحده، لا او لون، لا الواحد، لون الواحدة، لا نو بو ريان فيغ سون سي بارون، الواحد ما بيقدرش يعمل حاجة بدون والديه، تمام؟ لون نفس الحاجة الواحدة، لوتخ الآخر، ولوتخ طبعا لي زوتخ الآخرين، نول لا أحد، نول طبعا يعني نيجاتيف بمعنى نيجاتيف، أو ممكن تيجي طبعا مؤنث ممكن تيجي جمعي، كلكا أو كلكون، تمام؟ أو كلكوزين كلكوزان، ممكن تيجي جمع ممكن تيجي مؤنث ممكن تيجي جمع مذكر وجمع مؤنث، تمام؟ تل طبعا ك،
اوكي تو كل ابتدي تو سو تو ت كل حاجه. طبعا هذا الموضوع اعمق من هيك راح نحكيه بعدين، لكن احنا اللي بنعرفهم اعرف انه في عندنا فا غياب متنوع في ان فا غياب. كيف يعني ادخوي لاخرين اون اللي هي برونو ان بيرسونيل كنا نشرحها قبل هيك، بيرسون لا احد معنى لا احد، بلوزيوغ العديد، كيلكو شوز كيكونك غيان. هاي الكلمات يا جماعه طبعا ما في منها مذكر او مؤنث او جمعي مثل ما هي بنستخدمها. طيب طب شو الفونكسيون تبعتها؟ بحكي لك الفونكسيون تبعتها نفس الحاجة مثل النو، تمام؟ نفس الشيء. على سبيل المثال voici le four où l'on cuit le pain، هاي الفرن وين ما انه احنا بنحط ايش البان. هلا او طبعا اين، هلا فور يا جماعة فرن، طب او طب هلا هي بتدل على مكان ولا زمان، فبتصير هنا بتدل على مكان. اوكي فهذه بنسميها طبعا بخنو انديفيني، اوكي بتحكي لي عنها، لكن الفونكسيون تبعتها بتدل على ايه يا جماعة؟ كومبليمون سيركونسيل دو ليو، ليش؟ لانها بتدل على مكان. اوكي نرجع اللي بعد على سبيل المثال ان غيان لاميوز، ولا حاجه بتسلي، يعني اي حاجه ان غيان يعني ولا شيء، يعني اي حاجه تافهه بتسلي. فبالتالي هنا طبعا ان غيان هنا عباره عن سوجي اجت عندي. طيب الان الموضوع هذا كثير يعني بصراحه هيك طويل شوي، لكن صدقوني يا جماعه سهل، لكن نظرا لوقت الضيق مش حنفوت في تفاصيل كثير. اوكي لكن انت شوف موقع الكلمه هاي، شو ما كانت فاريابل وان فاريابل، شوف موقعها من الجمله، جاي بعد الفعل ولا قبل الفعل؟ هل جاي بعد الفعل مع اللي هو طبعا بريبوزيسيون ولا جاي بدون بريبوزيسيون؟ اذا جاي مع بريبوزيسيون فهي سي سي، ممكن تكون كومبليمون دوبجي انديريكت او سي سي كومبليمون سيركونسيال، او اذا جاي قبل الفعل ممكن تكون سوجي، اجاي بعد الفعل بدون بريبوزيسيون ممكن تكون كومبليمون دوبجي ديريكت. احفظوا ثلاث شغلات هذول، تمام؟ قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ قبل الفعل سوجي، بعد الفعل هل في قبلها بريبوزيسيون ولا لا؟ اذا قبلها بريبوزيسيون فهي عباره عن كومبليمون دوبجي انديريكت او كومبليمون سيركونسيال، واحده من سيركونسيال، او اذا جاي بعد الفعل بدون بريبوزيسيون فهي كومبليمون دوبجي ديريكت. الموضوع سهل جدا 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 يا جماعه. هاي سيغتان وازو ايميغر، طبعا هي يا جماعه سيغتان هل اجت قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ قبل الفعل، تمام يا جماعه؟ فهذا اللي احنا بنحكي لكم اياه. يعني بصراحة أنا كمان حخفف الموضوع هذا في الامتحان، لكن أنا مطلوب منك في كل الأحوال أنك تعرف شو هي الوظيفة بتاعت الوليبخونو أنديفيني، تمام؟ أوكي الآن إحنا بدنا نشوف اللي هو طبعا في كتاب أمثلة عن اللي هي الثلاث شغلات اللي بخونو ديمونستراتيف، وأمثلة على البخونو بوسيسيف، وأمثلة على البخونو أنديفيني، ثلاث دروس مرة واحدة. طب والكتاب هنا، هي الكتاب يا جماعة. أوكي هلا وليبخونو أخذنا الانتيروغاتيف، انتروغاتيف بدنا نشوف برونو انديفيني. على سبيل المثال نول نو سو كوني طون كي نا با سوفير، لا احد يعرف قديش هو عانى. طبعا نول هنا يا جماعه لا احد، شو السوجي بتاعها؟ طيب يا جماعه جا قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ اجت قبل الفعل، تمام. اوكي نرجع اللي بعدها سي انكور فوتيل بيان كو جو سوا كيلكو شوز. هلا جو سوا هي السوجي، سوا فيغ طبعا هذا التصريف ادخل في حاجه اسمها سبجكتيف سيبونه منه الان، كلكو شوز طبعا اجت عندي يا جماعه بعد الفعل، وهل اجى قبلها بريبوزيسيون؟ لا، فاجت عندي كومبليمون دوبجي ديريكت. نجي على اللي بعدها انو موغي با توس، طيب وين الفعل؟ هاي الفعل، الفعل منفي. طيب الفعل يا جماعه حتى الان احنا مش عارفين شو معنى الفعل، لكن اتركونا من الموضوع هذا، شو المعنى؟ هل اجت قبل الفعل؟ اجت بعد الفعل. هل في قبلها بريبوزيسيون؟ لا، فبالتالي كومبليمون دوبجي ديريكت. طيب يا جماعه هذا هو اهم في الموضوع. نيجي على سبيل المثال كوزي افيك كيلكان سوتيان، هلا كوزي هذا فعل طبعا عندي ايه اجت زي سوجي، تمام؟ افيك اسف كوزي عباره عن فيرب، اوكي فيرب. طيب الان افيك كيلكان مع حدا، طب هل افيك بريبوزيسيون؟ صحيح هي بريبوزيسيون، فكيلكان اجت بعد بريبوزيسيون، فبما انها اجت بعد بريبوزيسيون فبالتالي هي اما كومبليمون دوبجي انديريكت او سيركونسونسيال. طبعا احنا هي سيركونسونسيال لانه جميع او معظم الكلمات اللي بتيجي بعد افيك هي سي سي داكومبانيومون، تمام؟ اوكي الان بدنا نيجي على اللي هو ايش؟ نيجي على مثال ثاني. طبعا للاسف الشديد الامثله هنا صعبه شوي لانها ادبيه. الان اي لون crever les yeux à quiconque passe، طبعا نحن راح نخزق عينين اي واحد راح يمر من هنا. طيب الان اون، طبعا هنا اون يا جماعه بخنو ان بيرسونيل، اجت قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ اجت قبل الفعل، فبالتالي هنا هي السوجي،
موضوع جدا سهل يا جماعة، الموضوع سهل مش صعب، مش صعب مش صعب بالمرة. طب تعالوا، هذا بالنسبة للوال بخونو انديفيني. تعالوا نشوف لي بخونو انتروغاتيف، شرحناها قبل هيك. بدنا نشوف لي بخونو ديموسخاتيف. اوكي، هلا على سبيل المثال بالنسبة لبخونو ديموسخاتيف، جيم ميو سيلوي، انا بحب اكثر هذا. هلا سيلوي اجت قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ اجت بعد الفعل. هل اجى قبلها بخي بوزيسيون؟ لا، فبما انه ما جاش قبلها بخي بوزيسيون فهي عبارة عن كومبليمون دوبجي ديريكت. شو الناتور تبعتها؟ الناتور تبعتها بخونو ديموسخاتيف، الفونكسيون تبعتها كومبليمون دوبجي ديريكت. كو سلا عن هذا، طبعا اذا ديروا بالكم اذا اجت في عندي اسمين وبينهم كو يا جماعه فهذه بتصير الكو تبعت المقارنه، فاللي بعد كو عسميت انا احب هذا اكثر من هذا. طبعا اكثر من هذا حكينا في دروس سابقه لكم، ولا فرنسي واحد صراحه مش ذاكر. فعندي كو احيانا اذا اجت مقارنه بين كلمتين او بين شخصين، كو احيانا تيجي طبعا مش بخون غولاتيف، تيجي احيانا للمقارنه. اوكي، رافر ذان، تمام. ففي كو عباره عن هنا للمقارنه، فبصير سيس دو كومباريزون. ما هذه مش حجيب لكم اياها في الامتحان، تمام. اوكي، الان اتون جامي وي بارلي دون اكسيون باغي اسيلا. طيب الان في عندي هنا يا جماعه اللي احنا بدنا نعرفه، هذا اجت كومبليمون دادجكتيف. هلا ليش؟ لانه اكسيون باغي طبعا هو هذا بصراحه كومبليمون دادجكتيف هي جاي في الدرس اللي بعد هذا، اللي هي كومبليمون دادجكتيف، فاتركونا منها الان، هي جاي في الدرس اللي بعد هذا. اوكي، ناخذ واحد ثاني. اوكي، سي بون يعني هذا شيء طيب. فهذه عباره شو اصلها؟ سي بون هذه عباره عن سو اي بون، ولكن بصير في عندنا حاجه باللغه الفرنسيه، احنا في عندنا بصير عندنا اختصار لهيك بصير. ليش؟ لانه في عندي فويل وبعد ايش؟ فويل، فبصير سي بون. طيب يا جماعه، بما انه هي صارت سي بون، السو هاي شو هاي بحكي لك؟ السو هاي عباره عن برونو ديمونستراتيف، ولكن شو اللي بصير عندنا هنا؟ بما انها برونو ديمونستراتيف فهذه بنسميها نوتخ محايد، لانه ما في منها مذكر او مؤنث. احيانا بيجي يا الله شو طيب، طب شو هذا طيب؟ هل هو مذكر ولا مؤنث؟ طيب، فبالتالي هذه بنسميها نوتخ محايده. طبعا مش موضوعنا كثير. اوكي، الان بدنا نيجي ناخذ امثله ثانيه على سبيل المثال. امثله ثانيه مش موجود عندي امثله ثانيه. برونو انديفيني، عندي برونو ديموستراتيف. هاي في عندي البرونو ديموستراتيف، برونو ديموستراتيف. اوكي، خلينا نشوف. ناخذ مثال على البرونو جو بروفير سلوي. طبعا سلوي جاي بعد وين؟ جاي وين يا جماعه؟ جاي بعد الفعل مباشره، فيها كومبليمون دوبجي ديريكت. سلوي لا، فعنده بفضل هذا على هذا. طب هنا طبعا هنا للمقارنه، فهذه اذا اجت بعد الا او الكو يا جماعه على المقارنه نحط سي دو كومباريزون. طيب تعالوا نشوف، فوالا دو كرافات. سيلسي اجت قبل الفيرب فهي السوجي، سيلا اجت قبل الفيرب قبل الفعل فهي السوجي. موضوع سهل يا جماعه. طيب تعالوا نشوف وين في عندنا ايه، وين في عندنا طبعا برونون ديمونستراتيف. لا، انا بدي ابحث عن، حكينا عن برونون ديمونستراتيف، حكينا عن لي برونون انديفيني، بدنا ناخذ عن لي برونون اللي هي بوسيسيف. هاي اوكي، هاي البرونون بوسيسيف اخر شغله، طبعا ما اخذنا عليها امثله. اوكي، لي برونون بوسيسيف. اوكي، وين لي برونون بوسيسيف؟ اوكي، الان جيم لي ميان، انا احب اللي هو خاصتي بتوعي، قصده عن اصحابه او عائلته او افراد عائلته. طب وين لي ميان اجت؟ الناتور تبعتها هي برونون بوسيسيف، لكن وين اجت؟ هل اجت قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ اجت بعد الفعل. هل في قبلها بخي بوزيسيون؟ لا، فبما انه هي اجت بعد الفعل ما في قبلها بخي بوزيسيون، الموضوع سهل جدا، بنحطها كومبليمون دوبجي ديريكت. لي نوتخ اللي هو خاصتنا، او طبعا اللي احنا مراهنين عليهم، لي نوتخ يعني انهم تبعونا يعني بالعلب البلدي تبعونا. اون غاني اجت قبل الفعل، بما انها اجت قبل الفعل فهي عباره عن ايه يا جماعه؟ اجت فهي عباره عن سوجي. طيب، الموضوع مش صعب يعني، الموضوع لحتى الان امور كثير طيبه معنا. اوكي، الان تعالوا نشوف فعل إليم لوسيان، وبحب خاصته او بحب بتاعه، تمام، صاحبه او لا بلا بلا قريبه او، تمام. فبالتالي إليم لوسيان، لوسيان بتدل على شخص او بتدل على حدا، تمام، مذكر لإله، للشخص هذا اللي هو لإيل. فبالتالي هنا لوسيان اجت بعد الفعل، فبما انها جبعت بعد الفعل فهي كومبليمون دوبجي ديريكت. طيب نفس الحاجه، تيام لوسيان بتحب اللي هو بتاعه يعني او خاصته. اوكي صح، فبالتالي نفس الحاجه هنا كومبليمون دوبجي ديريكت. الموضوع طبعا اوكي، على سبيل المثال جو مو بخومان افيك لو تيان. اوكي، انا بتمشى مع اللي هو بتاعك او صاحبك يعني، تمام. فبالتالي هنا يا جماعه ايه؟ هنا لوسيان فعباره عن سيسي دو كومبانيمون. ليش مش كومبليمون دوبجي ديريكت؟ لانه اجى قبلها بخي بوزيسيون اللي هو افيك.
اوكي جو بارل ا لا تيان على سبيل المثال سي تا في اوكي اوكي فبحكي جو بارل ا لا تيان اوكي هذه بنتك انا اتحدث الى يعني بتاعتك او خاصتك او اللي هي بنتك فتيان هنا بتدل على تا في بنتك فبالتالي هنا ايش تيان هل تيان هي برونون بوسيسيف برونون بوسيسيف لكن يا جماعه اجت بعد الفيرب قبل الفعل بعد الفعل طيب بينها وبين الفعل في بريبوزيسيون صحيح في بريبوزيسيون فبالتالي هذه كومبليمون دوبجي انديريكت الموضوع طبعا هيك جدا صافي وجدا واضح ما في اي مشكله يعطيكم العافيه نتوقف لحد هنا وراح احط لكم رابط بتاع اللي هو البرونون بوسيسيف اللي هو هذا الرابط تمام لحتى نقدر ايه يا جماعه نقدر نحضره مع بعض على المود يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.